يا هلا والله، كيفكم؟ شو اخباركم من الرياض؟ بطولة ريد بول للدريفت، حماس مليون، يعني ما اقول لكم. يعني دخلت الحين على منطقة السيارات عشان اصور لكم اياها، ومعاي البطل خالد. كيفك خالد؟ كويس كيف الحماس؟ متحمس؟ طبعا. يلا الحين خلينا نروح نشوف السيارات بس يلا هنا السيارات. واضح انه اليوم حيكون يوم جميل ورائع. حلو ان شاء الله يا رب. هذه موستنج بي ام، شويات كده حندخل لجوا، بس خلينا نصور السيارات اول حاجه. عارو بس طبعا اليوم الفعالية لو تشوفوها هي اصلا دخول مجانا. شوف هنا في حتى سواق سيارات لعبة، وخبير السيارات العالمي جاء ليحدثنا ويسلم علينا. العالمي مرة العالمي واحلى عالمي. كيفك حلو؟ الحمد لله. شو مسوي؟ شو اخبارك؟ كيف شايف الاجواء؟ حلوة مرة مرة رهيبة جدا. اوكي، بس تمنيت انه كان في دعايات كثيرة. هذه هي يعني فعليا انا اكتشفت انه في ناس كثير مش عارفه عن الموضوع، بس ان شاء الله يمكن يتفادوها المرات الجايه. يا رب. يلا نلعب. الله يسعدك. حتلعب؟ لا انا لا نلعب. يا اهلين خالد فيصل. حط اثنين، دوس اثنين، دوس على لا الثانيه الثانيه. لا شوي شوي لما يلا 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 لا ما لا انت شكلك بالفورمولا حتكون احسن، هنا مش ظابطه معك. ما بتيجي اوتوماتيك؟ حاطينه منول، كل حاجه منول. وهنا هنا عادي اوتوماتيك. لا اذا خالد انزل روح هناك. سلم علي من غير ما ادري، جا من وراي فجعني حبيبي. والله احلى واحد، فرصه وصدفه في الاتقابل حبيبي والله. بعيدا عن المعارض والسيارات، اليوم في بطوله ريد بول كار بارك دريفت، مره مبسوط بشوفتك والله. والله انا بالاكثر. شوف المايك معه، حيشعللها ان شاء الله، حيولعها. انا عارفه ما شاء الله تبارك الله. باذن الله باذن الله. يلا حبيبي يعطيك العافيه يا رب. حبيبي Thank you.
يصل إلى النهاية الآن.
أتوقع بدون مرور تسمعونه. Thank you.
ماني شايف شيء. ومع ختام السباق هي أنا هنا عند السيارات وهنا عند سيارة الفايز البطل زكريا مستني يجي بس هذا سيارته خالد ما شاء الله مستعجل سبقنا لعنده عند السيارة مستنيينه بس عشان نقول له مبروك ونهنيه بالفوز ما شاء الله هذه هي السيارة البطلة خاصة بزكريا وين زكريا يلا يا زكريا تعال يا زكريا وين بقيت الشباب المتسابقين كذا حلو ولا مبروك بس المهم خربه بس زكريا الله يبارك فيك يا بطل يا حبيبي الله يخليك ما هو راضي يروح الا لما يقول لك مبروك زكريا الله يبارك فيك حبيبي